مشاهدينا الكرام، للحديث عن الذكرى الثالثة لمجزرة جسر الزيتون في مدينة الناصرية ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات السيد محمد الخياط. أهلا بكم. بداية، 3 سنوات على مجزرة جسر الزيتون، كيف يستذكر الثوار هذه المجزرة؟ تحياتنا لكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة اليوم يوم حزين في الناصرية. نعم. واليوم كان يوم الأمهات والأخوات والأبناء، والحقيقة كانت لحظات مؤلمة. الحين ستذكر هذه الكوكبة من شهداء الشباب الذين قدموا أرواحهم من أجل خلاص من هذه الطغمة السياسية الفاسدة التي أوغلت بالقتل والفساد في كل شيء ودمرت ما تبقى وكل ما هو طيب وهو وطني في العراق. نعم. الحقيقة الشهداء الذين سقطوا في هذا اليوم أكثر من 68 شهيد وأكثر من 250 جريح. وكنت أنا شاهد عيان، لقيت كان يتصدى هؤلاء الشباب وهم في هذه الأعمار الصغيرة. نعم. بهذا الرصاص الحار هذه الدخانيات. كنا متواجدين معهم وكنا حاضرين معهم في هذا المكان. الحقيقة اليوم كانت هناك هذه الجماهير جدد العهد من هذه الشهداء بأنهم ولم يسكتوا، لم نسكت، جميعنا لم نسكت. طيب، يعني سيد محمد، 3 سنوات ولا يزال الفاعل طليقا رغم إعلان الحكومة تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن الجنات، لماذا لم تفي الحكومة بوعودها بالكشف عن الجنات لغاية هذه اللحظة؟ أخي العزيز، حقيقة القاتل هو الحكومة، القاتل هي أحزاب الحكومة، هي أحزاب السلطة، أقول الحكومة هي السلطة، سلطة متسلطة على رقاب الجماهير، هي أحزاب السلطة، هي التي تتحكم، هي الميليشيات، هي الوزارات، هي كل شيء، هي الأجهزة الأمنية، كل هذا الذي موجود الآن. يعني عندما نسمع بأن نقول بأن السلطة وبعض يقول حكومة، هم أنفسهم الذين هم قادة الميليشيات، هم الذين يتحكمون بشؤون البلد. لا فرق، نحن لا نفصل بين السلطة وبين أحزاب السلطة، هم أنفسهم الذين يحكمون. وكيف للقاتل أن يقول يعني أن يكشف عن جريمة قتله أو يكشف عن سرقته؟ هذه هي القضية، يعني نحن قضيتنا مع السلطة. نعم، أنتم الثوار يتهمون جميل الشمري بالضلوع في مجزرة جسر الزيتون، مع ذلك لم يعاقب هو ولم تأخذ اللجنة باتهامات الثوار رغم وجود أدلة قدمت لهم، ماذا يعني هذا الموضوع برأيك؟ أستاذ العزيز، الحق جميل الشمري كان أداة بيد الميليشيات، هو القاتل بيده، ولكن أيضا الأحزاب الجهات التي تقف خلفه هي التي تحميه. نعم. من المساءلة القانونية، وإلى ماذا يعني كل هذه الأدلة؟ مئات أو آلاف الوثائق قدمت إلى المحاكم، ومئات وآلاف الوثائق بالصورة والصوت لدينا، ونحتفظ بها، والبعض قدمها إلى القضاء. هذا يعني بأن جميل الشمري ليس شخص اسمه جميل الشمري فقط، بل هناك جهات سياسية، هناك سلطة أوعدته بقتل هؤلاء الشباب. لو كان جميل الشمري المواطن البسيط، انا اتحدث كمواطن بسيط، لا يستطيع الخروج الى ساحه الحبوبي او حتى الى منطقه السكن ابسط انواع الاسلحه، وحتى لو كان السلاح الاجنبي البسيط، كيف لهذا المجرم ان يقتل كل هؤلاء الشباب بدم البارد؟ ولا زلنا ندور نحن في الذكرى السنويه الثالثه في هذه الحلقه المفرغه. يعني اذا هنا سيد محمد، اذا هنا نقطه، وهي انكم لا تثقون باللجان الحكومية، لا تثقون بالوعود الحكومية المعنية بمحاسبة قتلة المتظاهرين. السؤال، ما هي خطواتكم القادمة في حال لم تفي الحكومة بوعودها ولم تقتص من قتلة المتظاهرين؟ أستاذ العزيز، الحقيقة خطواتنا خطوات كثيرة. نعم. نحن أولا حينما يعني الخطوات الأولى هي اليوم هذه الذكرى الثالثة. لو تسألوني هل توقفت المطالبات خلال هذه السنوات؟ لو كان هناك سؤال آخر، هل سكتنا نحن كمتظاهرين
عن هذه الدماء أو عن هذا النظام السياسي الفاسد؟ هل في أول ما هدئنا سأقام من خلال لقاءاتنا الإعلامية على وسائل التلفزيون بتواجد التلفزيون؟ هذا بالنسبة للتصريح الإعلامي، لكن عندما نتحدث عن أرض الواقع، ما الذي يمتلكه المتظاهرون الآن؟ الحقيقة نحن نمتلك الإرادة ونمتلك التصميم ونمتلك العزيمة ونمتلك الرغبة لهذا النظام السياسي بالمطلق. ونحن أيضا نكشفهم يعني دليل على هذا لهذا الرفض كانت في اللحظات في الانتخابات الأخيرة حينما أعلنا مقاطعة في بيان وتحديناها في ساحة الحبوب وأعلنا بيان بأننا نقاطع هذه العملية السياسية لكونها جاءت عن طريق الاحتلال. هذه مواقفنا معلنة وهم يعرفون جيدا، يعرفون بأننا لن نسكت مهما طال الزمن، هم أعداؤنا ونحن أعداء لهم، لن نتصالح معهم. إذا تسمح لي دقيقة إضافية، تفضل. أنا أقول لك ولمشاهديك الكلام، وأنا عادل مني، وأنا باسم محمد ياسر العلن أقول نحن لن نسكت عن هذا النظام السياسي مهما طال الزمن. نحن مستمرون في تظاهراتنا ويجب القصاص من هذه التهمة السياسية تحديدا بالكامل. لا نستثني أحد قياداتهم وغيرهم لكون الجميع، أنا أقول البعض كان يتمنى أحنا يعني هذا أيضا أتمنى كنت أتمنى أن يكون هذا السؤال بعد ما جيب إحنا بهار حكومة القاضي ومجيء حكومة السوداني، ما الذي يتغير؟ لا نرى خيرا بكل الحكومات التي تأتي عفوا لكونها نفس المنظومة السياسية. نحن نقوم بالخط الواضح العريض بهذه التهمة السياسية. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد الخياط الناشط في تظاهرات مدينة الناصرية، شكرا جزيلا لك.